السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم نهار مميز بالنسبه لكوثر بنت اختي، عيد ميلاد ديالها، وهذه المناسبه هذه حضرت لها واحد الكيك اللي التيم ديالو هيلو كيتي على حسب الرغبه ديالها، وبغات تحتفل به يعني في المدرسه مع الفصل ديالها او القسم ديالها. وبالنسبه للكيك يعني انا استعملت جينواز عاديه فيها البيض والدقيق والسكر. بالنسبه يعني المقادير، انا خديت 7 ديال البيضات كبار، كل بيضه درت لها 35 غرام ديال الدقيق و35 غرام ديال السكر. الكميه اللي استعملتها هي 260 غرام ديال السكر مع 260 غرام ديال الدقيق. طبعا الدقيق كنحيد منه 40 غرام اللي زدتها شوكولاته غبره. والطريقه سهله وبسيطه، كنضربوا بيض البيض الاول مع قبصه ملح، ومن بعد كنبداو نزيدوا السكر بشويه حتى كيدوب، من بعد كنزيدوا يعني اصفر البيض وحده بوحده حتى كيتضرب مزيان. من بعد كنكونوا خلطنا يعني غربلنا يعني الطحين الدقيق منخول هو والشوكولات، وكنزيدوه شويه بشويه وكنحركوا من التحت للفوق حتى يتجانسونا كاع المكونات اللي عندنا، خصوصا الدقيق ما يبقاش يبان لينا متكتل. المول طبعا كيكون مدهون بالزبده ومغلفينه بورق ديال الفرن. من بعد كنكونوا مسخنين الفرن في هذه الفتره على درجه 160 درجه. الكيكه خدات لي 45 دقيقه يعني في الطهي ديالها. من بعد كنخليوها تبرد وعلى الاقل واحد 4 حتى 6 السوايع، ولا كان الوقت ليله كامله يكون افضل. من بعد قسمتها، الكيكه الكبيره درت جوج طبقات، والكيكه الصغيره درت لها 3 ديال الطبقات. قبل ما ندير الكريمه يعني رشيتها شويه ديال الحليب وبالسيرو او الشربات باش كتبقى كتحتفظ على ديك الرطوبه ديالها. الكريمه اللي استعملت هي كريمه الزبده السويسريه، ولكن انا دخلت عليها بزاف ديال المواد اخرى، يعني دخلت عليها الماسكاربون وزدت لها الشوكولات يعني الشوكولا ذاتها هي، وزدت حتى النوتيلا باش تعطيني ديك النكهه ديال البندق. صافي كنديرو، درت يعني الكيكه الكبيره درتها طبقتين يعني وغلفتها، والصغيره حتى هي درت لها 3 ديال الطبقات ودرتهم في الثلاجة باش يشدو راسهم. الديكور انا كنستعمل دائما عجينة الشوكولات الابيض اللي كنلونها، او حتى عجينة الشوكولات الاسود. انا كنفضل هاد العجينة لان الدراري كيقدروا يعني كلهم ياكلوها، اما عجينة السكر انا كنشوفها غير تبدير لانها كلش الواحد ياكلها وكتبقى غير يعني ديكور وصافي. الاسماء الاسم باش كتبتو بهاد الحروف هادو اللي كنت خديتهم من علي اكسبريس، هادي شحال ويعني كيساعدو، وسبقتها باللون الذهبي بديك اللون يعني الغبره ديال الحلويات. كنزيد لها واحد الروح ديال اي روح عندكم متوفره، انا درتها ديال الحامض، نكهه الحامض، وكان يعني كنصبغها عادي كنخليها تنشف، ضروري نديروها فواحد البلاستيك هكذا باش ما تلصقش. بالنسبه لهيلو كيتي طبعا حتى هي وجدتها يعني اقل شيء يكون نهار او يومين قبل بهذا المول ديال هيلو كيتي، تا هو كنت خديته من علي اكسبريس. واللي بغات الطريقه بالتفصيل عندي فيديو قبل كنت درتو هذه شحال. يعني بهاد المولات هادو كاين المول ديال الوريضات كيساعد، يعني تقدري ديري هذا الشيء غير بوحدك ولكن غياخد داك الوقت، هادو كيساعد يعني كيربحوك الوقت وكيجيو قد قد يعني، والخدمه كتجي نقيه وسهله. الاسم كنكتبوه بهاد الحروف هادو كنت خديتهم من هنايا، والوريضات بدوك المول اللي قلت لكم. وبالنسبه للعينين كندير انايا لاباتو شوكولا نوار، وكان يعني كنديرها عينين. وبالنسبه للنفته هو كان يعني كنلون لاباتو شوكولا بلون يعني، وجدت هاد الانواع هادو الوريضات وهاد هيلو كيتي هذا بهاد القلب هذا حتى هو درت جوج، وحده في الغوزان ديالها وحده في الزرق، يعني كسر داك اللون ابيض وغوز فقط، دخلت الوان يعني مختلفه. هادي هيلو كيتي بالكسيوه حتى هي، يعني كندير الراس بوحدو، بعد كندير الكسيوه بوحده بلون اخر، وكنسقهم يعني غير بالماء.
الجميل في هاد العجينه ديال الشوكولات ان يعني ما كتستعملي حتى شي لصاق، غير الماء كيلصق لك كيلصقها. المهم خصها ما تتحركش وتبقى في يعني حتى كتشد راسها كتماسك. نفس الشيء بالنسبه للوريضات، حتى هما يعني مرشم كاين فيه 4 ديال الاحجام، وكتختاري انت الحجم اللي بغيتي واللون اللي بغيتي. كندير لهم دوك لي كوردون ولا دوك عمود ديال الشواء، وحتى هما كنخليهم ضروري خصهم يباتوا ليله او ليلتين باش كيشدوا راسهم وكيبقاو واقفين. وكيبقى هادشي كله اختياري، وكيخص شويه ديال الصبر وشويه ديال الوقت. وبالمره وجدت حتى 2 ديال الليكور نتا هما باش غنديرهم فواحد البنيته اخرى واحد عيد ميلاد اخر. صافي يعني الديكور ديالنا كيكون واجد، كيبقى لنا غير الكيكه حتى هي واجده في الثلاجه، كنخليوها تبرد شويه ومن بعد كنجبدوها باش كنبداو نمونطيو. يعني صافي كنكملو. الكيكه الكبيره يعني ديكوريتها بهذه الطريقه هكذا، تتلا شويه ديال يعني شي بعض الفراشات، واحد جوج هيلو كيتي لتحت، ودرت بالنسبه للكيكه الاخرى درت 4 الفوق لان ما ماشي كبيره بزاف. ويعني ودرت لها هاد الاعمده ديال هما دي باي قطعتهم باش يشدوا كاعمده يعني للكيكه الثانيه. الكيكه الثانيه يعني حتى هي ديكوريتها بهذه الطريقه، ودرت لها ديك هيلو كيتي، زدت لها ديك لاغوب ديالها، ووقفتها بالبابي الومنيوم باش تشد راسها. وصافي يعني ما باقي دابا غير دوك لي فلور او دوك الورود. غادي كاين يعني نحط اللي حطيت يعني الكيكه هي هذه وحده فوق وحده، زدت لها دوك الورود في الجناب وزدتهم دوك هيلو كيتي حتى هي. والكيكه ديالنا هي وجدات يعني بالوان، دخلت عليها الوان يعني مختلفه مزركشه لان الدراري الصغار راك عارفين في المدرسه كيحمقوا على هذه الالوان وهاد الشكوله هادو. فصافي غادي دابا غادي نديرها في الكارطون ديالها. حتى الكارطونه ديالها يعني درتها يعني من صنعي انا او ابتكاري انا، يعني عادي درت لها داك الريبون الزرق وزوقتها بشويه ديال لي زوتو كولون ديال الهيلو كيتي. تفريشة حتى هي نفس الشيء، كارتون ارجونتي قطعته دائري ودرت له حتى هو داك الريبون الزرق من على الجناب، وفرشته بهاد التفريشة بيضاء هكذا باش يعني باش يعطي المنظر. وبالصحة والراحة يا كوثر، وكل سنة وانت بألف خير، وان شاء الله بالصحة والعافية وبراحة البال، وان شاء الله تكبري وتحققي داكشي اللي تمنيتي، وتكوني فرحانة دائما في حياتك وسعيدة. وان شاء الله تعجبها هاد الكيكة لان مازال ما شافتهاش، يعني داها باباها للمدرسة ومازال يعني حتى تكون لابوز ديالهم او لا ريكرياسيون ديالهم، عاد يعني المعلمة ديالهم غادي يعني تجيبها لهم وتحتفل بها. بالنسبة للشمعة انا ما كنت يعني عندي شمعة كبيرة، ما بغيتش نديرها كبيرة لان ديجا دايرة الحرف 6، دايره رقم 6 يعني، ففضلت يكونوا شميعات صغار، ما بغيتش نديرهم من دابا يعني كاينين حتى تجي وقت باش تطفي الشمع غادي يديروهم. ورافقت هاد الكيكه هادي حتى هي بصابلي وشوكولا، حتى هي التيم ديالو هيلو كيتي، مع الدراري الصغار كيبغوا الشوكولات داكشي علاش درتو بالشوكولات. وجدت لهم حتى دوك لي ساك ديال يعني ديال لي بونبون، درت لهم شويه ديال لي بونبون، درت لهم هاد البسكوي هذا اللي بالشوكولا، ودرت واحد البسكوي اخر كراميل، ودرت لهم واحد البالون يعني الدراري الصغار كيفرحوا بدوك دوك لي ساشي ولا دوك لي ميكات ديال الحلوى. كل سنه وانت بالف خير كوثر، وان شاء الله بالصحه والسلامه وتكوني فرحانه في حياتك، وان شاء الله توصلي يعني المستوى او المكانه اللي انت باغياها واللي حباها.
ونخليكم على خير احبائي حبيباتي في الله. وما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.